في اتجاه نفع جبالي. شاكر قاعي بالراس ممتازة، واحدة اثنين وخطير العملية، خطير العملية والهدف الأول. الهدف محمد علي سلامة. في الحقيقة حبت الكرة المرة هذه، محمد علي سلامة حبت الكرة في المرة هذه، يعني نجم نقوله بلقطة فنية ويتمكن من تذليل النتيجة. هذه عادة محمد علي سلامة وهدف يعني بلقطة فنية ممتازة. طلب كرة من ياسين بوشعالة، تحضير على مستوى القائم الأول، ومحمد علي سلامة بلقطة فنية ممتازة.